انت تعرف انا قاعد، وانا قاعد اتابع محفظتي وشغلي، وعندي من ضمن الاستراتيجيات لو بدي اضحي بسهم واوفر كاش، والله قاعد احيانا تراودني نفسي مو كرها فيه وخوفا منه، لكن اذا لكن نفسي اذا في فرص حتنفتح قدامي خلونا نطول في الافندي ده المعفن ده لعن ابو شيطان. الى امس نحن كنا نتكلم فيه. شوف كنا قاعدين نتابع الترند هذا ونقول مدعوم بمتوسط الميتين يوم. طبعا قاع القناة هنا اللي بيتكلم عليها الأخ اللي هي 27.65 اللي كنا نقول في أسوأ الاحتمالات يسوي لك وتد ويرجع يقفل فوق الميتين ويرجع. على العموم هذا السهم الاتحاد وصل اليوم قاع قناة وضرب الآن متوسط الميتين يوم على الفاصل اليومي، وضرب الآن شايفين الآن فين وصل؟ الله يقرف لو أشوفه بكرة، لو أشوفه بكرة يبقى يقعد يجنني المعفن وأشوف فرصة تانية أحسن منه من شركاتي نازلة وهو نازل. لعن أبو شيطانه، والله ما في أستنى يا حبيبي، ما في أستنى، مع إني أنا حطلع وأنا خايف إني أنغبن، لأنه ممكن الآن يجي وقت ارتداده ويرتد. شوفوا الآن ايش تبغوا اكثر من كده؟ ايش تبغوا اكثر من كده؟ اليوم هذا مفروض خلاص، هذا مفروض خلاص يلف ويرجع، لانه لو كسر حيكسر ايش؟ حيكسر قناه صاعده عرضيه، حيكسر قاع القناه، حيكسر 200 يوم. على طول حنفكر بالخط الاحمر استراتيجيا على الشهري. شوفوا لما نحن بننظل على الشهري راسمين الخط الأحمر نقول ما في إغلاق. شايفين هذا القاع اللي على اليسار اللي هو عند 26.56 هللة، قلنا من يوم اخترق في شهر 4، شوف شهر 4 هذه شمعة مارش حقت كورونا، شوفوا على طول طلع قفل فين؟ قفل فوق القاع ده، هو لأنه كان قبل كورونا عنده، على طول عوض الاتحاد ورجع قفل هنا. اتحداكم تجيبوا لي شمعه شهريه قفلت تحت 25، عفوا 26 26 تس... ايوه 26 56 قول 27 على النظري، قول 27 على النظري. شوف كيف السهم قاعد ماشي افقي صاعد ممل وفين واقف هذا السهم. سبحان الله، يعني من جد يغبن 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 لو هذا الفيلم كله في النهاية فيه انحراف. وأنا أتوقع لو يبغى ينحرف ممكن ينحرف، بس حنقعد إذا كنا هنا طفشانين. الأفندي لو ينزلني هنا ويقعد يمشي عرضي أنا إيش أسوي؟ ها؟ لو نزلني هنا ومشي عرضي أنا إيش أسوي؟ يعني يا نجل لما كنا ماشيين معاك عرضك كنا عندنا بعض المعطيات تقول انه انت عندك ترند، عندك كذا، مدعوم بكذا. وعشان كذا انا بقول لك يخرب مطن وحيغبني، لانه حتكون قراراتي كلها على فكره. بالمناسبه ترى هذا الى الان عندي بالاخضر، بس حاجز دي سيوله ومعتبر دائما سيوله تكاش، فاذا حينضرب السوق هينضرب السوق
مين السهم اللي مو مكسبني؟ مين اللي محافظ لي على راس مال طيبه؟ ها والله انا عندي المتطوره اضارب فيه احسن، عندي البي سي اي اضارب فيه احسن لو نزل، عندي البابطين اضارب فيه احسن لو نزل. بالله اقعد في سهم زي ده مساحبني تحت ال 200 يوم، يقعد يطفشني كمان تجميع كمان في المنطقه الثانيه. فلذلك هو من بكره نحن عيننا عليه. قاع اليوم مفروض ما ينكسر ويتم الاغلاق دونه اللي هو 28/15، وهي تمثل متوسط ال 200 يوم، او قولوا 28/10 لانه شوف هنا في اجبر الكسر انتم 28/13، هو الادنى كم اليوم؟ 28/15. خلاص هذا هو مفروض ارتداد. يعني لو 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 نحن مو في ظروف زي كده في السوق وشاعرين بالامان، وجاء واحد قال ابغى اجرب حظي في الاتحاد، ايش تبغى احسن من كده؟ ايش تبغى احسن من كده؟ انت بتلقط عند قاع القناه الهابطه الفرعيه دي مع متوسط ال 200 يوم، وقف خسارتك قريب. يعني لو كسرت 28/10 28/15 تقدر ترميه بفرق 15 هدف. لكن تعال اتفرج علينا نحن، مع انه حنرميه ونحن كسبانين، لكن سبحان الله حنرميه بعد ما جمدنا 3 شهور على الفاضي. يعني فلوسنا لعبت في المتطوره والبي سي اي والاسهم دي كانت ابرك لنا منه. نحن بس من باب تنويع المحفظه، وهذه سبحان الله سلاح ذو حدين. يعني قد ما نزعل قد ما نقول في الظروف السيئه الحمد لله، زي ما حصل معنا قبل كده في الغاز للتصنيع. هذا موضوع اتحاد الاتصالات